ايه يا فندم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازاي؟ سعاد حضرتك اولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ شريف؟ انا الحمد لله تمام، دايما بخير وسلام الحمد لله، كتر خيرك. طبعا تحياتي للست نحمده. انت معاك اهي. طبعا انا طبعا عايز اقول لك ايه، انا فعلا مش يعني سبحان الله العظيم، هي اللي بسهله كانت لابساها، ما كانش يقول ابدا ان يعني اللي بتسوق العربيه سيده يعني. ايوه، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى رايد شيء معين اللي هو يعني استكمال انا قلت لهم وانا طالع، لان احنا المسار مش كان المفروض ابدا ان انا امشي في المكان ده اساسا. والله صحيح. واحنا رايحين بقى خلصنا الجوله ورايحين حته تانية، فبنلف، فاحنا بنلف بنطلع من مدخل فرعي على الطريق الرئيسي. ايوه، كان الميكروباص معدي كده، فقلت لهم انا شقه دي ست اللي راكبه. فهم قالوا لي يا فندم لا دي يعني طبعا هي زي ما بقول كده لابسه لبس والكوفيه والكده يعني كده المهم يعني. فقلت لهم لا، طب ايه نستنى. قلت لك كنت انا بقى كنا سبقناها يعني. ايوه، بس فلما جت طبعا هم بقى يعني ما اعرفش كانوا متوقعين ايه يعني لما نزلنا يعني، انما انا طبعا كنت نازل عشان احييها واحيي كل ست من خلالها، كل ست بتجري على بيتها وعلى اولادها وبتشقى، وده سبب داخلي عندي دايما في تقديري للست المصريه.